رحمة الله وبركاته. اهلا اهلا يا ريس ابراهيم، لا مؤاخذة يعني. ايه ده؟ انت ليه تعبة روحك كده؟ ما تقولش كده، تعبك راح يا خبر، ده انتوا خيركم مغرقت. لا 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 ما تقوليش كده، ده خير ربنا. والله يا ابني قلت لها بلاش، انما هي راسها والف سيف تغسل الهدوم بايديه. يا حاجة ده انا امسح واغسل واطبخ واعمل ايات وتحكي حواديت كمان يا لهلوفة. حواديت. والله يا ابني انا ما ضحكت بقالي سنين زي الضحك اللي ضحكتهولي اسم الله عليها دنيا. كده يما. طب عال عال عال. هخش بقى احضر لك لقمة، اما انا اعمل لك شوية بامية، انما ايه تاكل صوابعك وراك. وكمان طبيخ. ثواني وهيبقى جاي. اتفضلي. الله يحفظك يا دنيا. بقول لك ايه يا ابراهيم؟ ايوه يما. اسمع كلامي يا ابني وخدها بصراحة كده، انا قلبي انفتح لها. هنشوف هنشوف يما. هي فعلا بنت مؤدبة وكويسة وشهلة. اتفضل على اكلي يعجبك. ايه ده انت لحقتي؟ اصلا مجهزه لك من بدري. طب يلا تعالى عشان تاكلي معانا لقمة. اتفضلي يما مدي ايدك. بالهنا والشفا يا ابني، سبقناك. انا بشرب الشاي اهو. طب قولي لي، امك واخوكي كلوا؟ الحاجة حكمت رأيها ان انا ابعت لهم طبق بامية هناك. طب بالهنا والشفا. اما اطلع بقى عشان انشر الغسيل عشان الحق امشي. تمشي ده ايه؟ مش هتكملي الحدوتة؟ حدوتة؟ حدوتة ايه يما؟ حدوتة كده يا ابني. بعدين بعدين، خليكي بس فاكرة احنا وصلنا لحد فين. ايه بس يما؟ بتضحكي على ايه؟ ابدا يا ابني يا حدوتة كده. لا ده انتم يظهر انسجمتوا مع بعض قوي يا حاج. قوي قوي والله يا ابراهيم. ده 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 ايه ده كله؟ تسلم ايدك يا نرجس. الف هنا وشفا يا سيد المعلمين، مطرح ما يسري يمري. ايه واقفه ليه؟ ما تقعدي تاكلي معايا. لا يا اخويا سبقتك، لا قعدت كده وانا واقفه اطبخ. يا سلام يا نرجسي، صدق بالله لا اله الا الله انت خليت الشقه جنه. يعني صحيح عجبتك عمايلي يا سيد المعلمين؟ الا صحيح، كل عمايلك عجباني، بس ناقصه عامله واحده بس. عامله ايه؟ ابقى ليك وبتبقي ليا. يعني نتجوز على سنه الله ورسوله؟ بس اسرعي. يبقى يوم الهنا يوم المنى يا اخويا. بس اصبر عليا شويه، ارستق الجو كده مع العيال واطمن على حته البيت، وبعد كده افضالك ونكتب الكتاب ونعلي الجواب. اوام نرجس، احسن انا مشتاق قوي. عيني عيني يا سيدي وتجراس يا حلو انت يا حلواني. ايوه ايوه حاضر. ايوه انا جايه اهو. اهلا. تعالي يا دنيا. الحمد لله. ازيك يا اختي؟ وزي الحاج عامله ايه؟ الحمد لله. بتسلم عليكي وبعتلك الاطباق دي وبتقولك متشكرين. ده شكر على واجب. وايه بقى اللي هي عامله ده؟ ده شويه قرع عسل، انما ايه يستاهلوا بقك. تسلمي يا اختي، وليه بس التعب ده كله؟ وده هتيجي من بعد خيرك بردك، معقوله يعني نرجع الاطباق فاضيه؟ ده حتى تبقى عيبه. والله صاحبه واجب يا دنيا، انت بقى اللي عاملاه بايديكي. اه ده انا عجبك قوي. من يد من عدامها. ما تقعدي يا دنيا واقفه ليه؟ اقعدي. انت عندك تلفزيون؟ ايوه يا اختي اهو بصي. على فكرة احنا كان عندنا تلفزيون وكبير قد كده في بيتنا. يا سلام. قال ولا سكننا عالسطوح ابدا. طب ما تقعدي تتفرجي معايا شوية يا دنيا. بس اوعي اكون هضايقك يعني ولا ضايق المحروس جوه. لا ابدا، ده سي جابر على القهوة. بقولك ايه، انا هعمل كوبايتين شاي ونقعد نتفرج سوا. ماشي. كتري السكر. ها ايه رايك يا جابر؟ بس ده قرار خطير قوي يا ابراهيم. انت مش شايف عندك اتسرعت في الفكره دي؟ اتسرعت ليه يا جابر يا اخويا؟ البت بنت حلال وطيبه ومؤدبه، وخد مامي ومريحاها على الاخر، فاضل ايه تاني؟ ايوه بس برضه يعني على الاصل دور يا اخي. لا اصلها كويس قوي، ده ابوها راجل شهيد، وامها زي ما انت شايف كده يعني ست غلبانه ومنكسره. يعني ايه اللي يخوف؟ طب نروح نسال عليهم في البلد بتاعتهم اللي بيقولوا انهم جايين منها دول. لا 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 لا، الجواب بيبان من عنوانه. وبعدين انا هتجوز البت مش اهلها، والبت بسم الله ما شاء الله يعني صلاة وأمانة وعفة، يعني مفيش بعد كده. ظاهر إن البيت داخلة دماغك يا أبو خليل. الجواز نص الدين يا جابر يا أخويا. وأنت عارف أمي يعني ظروفها الصحية على قدها يعني، ومحتاجة لرعيها ويخدمها. طب والبيت دي يعني؟ لا، خدمها برموش عينيها، وإلا ما كنتش فكرت فيها. غير كده بقى إن البيت يعني عندي في البيت وشايفها قدامي ليل نهار، وهي حلوة وشابة
وربنا بقى يكفينا شر الشيطان يا جابر. اللهم امين يا رب العالمين. والله ما عارف اقول لك يا ابراهيم، ربنا يهديك للصواب ويلهمك الخير. ابراهيم مساء الخير يا ام. مساء النور والسعاده يا حبيبي. ايه ده ما نمتيش لغايه دلوقتي ليه؟ مستنياك يا ضنايا، يمكن تعوز حاجه ولا محتاج. ده كلام برضو يا ام، داني اللي اخدمك برموش عينيا. قولي لي خدت الدواء وتعشيتي ولا لا؟ الحمد لله، البت دنيا الله يسترها ما انش عليها تسيبني الا لما اطمنت عليا وادتني الدواء وتعشينا سوا وبعدين مشيت يا حبيبي. ربنا يكرمها يا ام، ربنا يكرمها. والنبي بنت حلال وحنينه قوي. هي فعلا بنت حلال وطيبه قوي. امال ليه مش واخد بالك بس؟ واخد بالي من ايه يا اما بس؟ منها يا حبيبي، ما انتش هتلاقي زيها ابدا. ده انا متهيالي ان ربنا سبحانه وتعالى بعتها في سكتك علشان اطمن عليك قبل ما اموت. بعد الشر عليك يا اما، ما تقوليش كده. ربنا يديك الصحه وطول العمر. يا ابني اذا كنت عايز ترضيني خليني اطمن عليك واشوفك هادي السر مع بنت الحلال. طمني يا اما، انا استخرت ربنا وناوي اتجوز دنيا فعلا. الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك يا ام، الله يبارك فيك. الف نهار ابيض، الف نهار مبروك يا دنيا. صحيح يا ام، سي ابراهيم طلبني؟ لسه طالبك مني دلوقتي، وهو وامه فرحانين ومزقططين على الاخر ومستنيين الرد. وانت رايك بقى يا ام؟ رايي هو انا ليا رايي يا اختي، مش اللي احنا كنا بنتمناه يا دنيا؟ والله صبرتي ونورتي. الف نهار ابيض يا الف نهار ابيض. دنيا دنيا دنيا، اصحي يا حبيبتي اصحي. الصباحيه مباركه عروسه. الله يبارك فيك. احنا امتى دلوقتي يا ابراهيم؟ احنا الفجر خلاص اذن. ربي ده بدري يا ابراهيم، سيبنا ننام بقى. مش هتقوم تصلي الفجر؟ لا مش قادره. انت مش قايله لي ان انت متعوده تصلي الفجر حاضر؟ متعوده، بس النهارده مش قادره. سيبنا ايه يعني اصلي انا؟ يا ابراهيم صلي انت. طيب يا حبيبتي نامي وارتاحي، عروسة ويحق لك تدلعي. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. صباح الخير يا ام. يا سعد صباحك. ايه بتعملي ايه؟ شايفني بعمل ايه يعني؟ بتفرج على التلفزيون، بعجن شوية قرص عشان صباحية